اللي انت شايفه ده تصوير من المستقبل. ايوه، من المستقبل، وبالتحديد سنة 2027. انا خافيير وانا وحدي في العالم. تفتكروا ممكن حد ينام ويقوم يلاقي نفسه فاتوا 6 سنين من عمره ويشوف نفسه الشخص الوحيد في العالم؟ على فكرة دي مش حكاية وخيال علمي، دي فيديوهات متصورة وموثقة من صاحبها، وفيهم فجأة كمان اخر الحلقة. انا رامي البنا، وانتم بتشوفوا هو التاريخ بيقول ايه. من حوالي 4 شهور ظهر أكاونت على التيك توك، والتعريب بتاعه: أنا خافيير وأنا وحدي في العالم. خافيير هو شخص أسباني من مدينة فالنسيا. الموضوع بدأ بفيديوهات ليه على التيك توك واليوتيوب بيوثق فيها إنه فعلا لوحده ومحدش معاه خالص، مفيش بني أدمين. الشوارع نفسها مهجورة، البيوت فاضية، كل مكان فاضي مفهوش حياة. الموضوع كان محل سخرية من المتابعين بتوعه، على أساس أنه بيعمل مونتاج للفيديوهات ويرفعها على وسائل التواصل الاجتماعي علشان يقدر يحقق من خلالها شهرة. خافيير بيقول أن القصة بدأت لما دخل المستشفى في شهر إبريل سنة 2021 وعمل عملية، ولما فاق لقى نفسه في المستشفى وفاقد للذاكرة، وأصبح في 13 فبراير 2027. بيقول أن العالم فاضي من حواليه، طبعا متابعينه حبوا يشككوا في اللي بيقدمه، وبدأت سلسلة تحديات ما بين المتابعين وخافيير نفسه. بدأ حد يطلب منه يروح للكنيسة اللي موجودة في فالنسيا، وهي كنيسة أثرية، وطبعا الموضوع هيكون صعب علشان الدنيا هتكون زحمة وسياح وحراس وكده. بس المفاجأة ان خافيير راح وقبل التحدي، وفعلا صور الكنيسة ودخل جوه وتمشى وما كانش فيه ولا بني آدم. غريب جدا. جاله تحدي تاني، قالوا طيب خلاص روح مستشفى، علشان طبعا اي مستشفى استحالة تكون قافلة ولازم يكون فيها مرضى، خصوصا ان احنا في كورونا، يعني لازم يكون في مرضى وامن. الراجل ما كدبش خبر وطلع على مستشفى معروفة في فالنسيا، وزي ما انتوا شايفين الصورة قدامكم، مفيش حد، مفيش حركة، حاجة غريبة جدا. من ضمن التحديات اللي جات له علشان يتأكدوا من كلامه، لأن أكيد الراجل ده بيهزر، قالوا له روح اسم شرطة. أظن مفيش أحلى من كده، وفعلا خافيير راح اسم الشرطة، وبرضه كان فاضي ومهجور وما فيهوش حد. وكمان علشان يأكد للناس خد مفاتيح العربية بتاعة الشرطة وركبها، يعني لو في أي مجال للتلاعب أكيد الشرطة مش هتسيبه يسوق العربية. ناس كتيرة بدأت تشكك فيه، وقالت له أنت بتعمل مونتاج للفيديوهات وبتروح فعلا للأماكن، لكن في المونتاج بتشيل الأشخاص وتبان كأنك لوحدك.
يوم الراجل نازل الشارع ومصور نفسه في مراية زي ما انتوا شايفين علشان يثبت ليهم ان فعلا ده تصوير حقيقي. الموضوع ما وقفش لحد هنا، جال واحد من المتابعين قال له بس استنى عندك انا عرفت هوقعك ازاي. طلب منه انه يجيب جهاز إليكسا، والجهاز ده للي ما يعرفوش هو جهاز ذكي بيتصل بالانترنت ومن خلاله بيطلب منه مهام والجهاز بيرد عليك بيها، زي مثلا ايه الافلام اللي في السينما فيرد عليك، درجة الحرارة كام فيرد عليك. المعلومات اللي فيه مش متخزنة ولا حاجة، المعلومات دي بيجيبها بشكل مباشر من الانترنت، يعني مفيش مجال للتلاعب، وفعلا هيقبل التحدي. وتعالوا نشوف. اوكي جوجل، كيف تشاي شوي؟ Es domingo, 21 de marzo de 2027. ها عقلك لسه موجود؟ شيء يعني ملوش تفسير. عايز اقول لكم التحديات والطلبات لسه موجودة علشان المتابعين يشوفوا ثغرة يقدروا يثبتوا بيها ان الكلام ده مش حقيقي. فواحد طلب منه انه يروح على مطار مدريد، طبعا ده مطار العاصمة، يعني مش اسبان بس اللي موجودين، ده من كل جنسيات العالم، وكمان امن وحراسة وشغل كبير قوي زي ما انتوا شايفين. مفيش جديد. الوضع زي ما هو، المطار فاضي من غير أمن أو أشخاص، حتى كمان المناطق الأثرية وحدائق الحيوان كان بيروحها في محاولة منه لإثبات إنه فعلا لوحده، وفعلا الأماكن دي بتكون فاضية مع إنها ما ينفعش تكون كده. تعالوا أقول لكم على حاجة أغرب من كل اللي فات، واللي فعلا أنا مش عارف أستوعبها أو أشوف لها تفسير. خافير نفسه هو اللي بدأ يتحدى الناس، وبدأ يروح لأماكن ويحط فيها حاجات تدل على وجوده، ويطلب من الناس انهم يروحوا وياخدوها علشان يأكد لهم انه موجود فعلا. وتعالوا نشوف. طبعا هنا ممكن نقول ان دول بالاتفاق معاه راحوا والموضوع مفبرك. طيب ايه تفسيرنا لكل اللي شفناه؟ هل هو مونتاج وتعديل على الفيديوهات؟ بصراحة بالنسبة لي انا شخصيا شايف الموضوع صعب او شبه مستحيل، لسبب لو افترضنا اني انا ماشي وبصور نفسي وهعمل مونتاج واشيل كل البشر اللي معايا في المشهد، طيب هل محدش هيعترضني ابدا من الامن او الشرطة زي ما شفنا كده وهو في اسم الشرطة؟ طيب بلاش. هل يعقل اني لو بصور في اماكن اثرية هل الطبيعي ان الحرس هيسيبوني او مش هتواجهني اي مشكلات؟ خدوا بقى التحدي الاخير، واحد طلب منه انه يروح القصر الرئاسي اللي في المدينة. طبعا اول ما الفكرة جت في دماغك اكيد تخيلت التحدي ده قد ايه صعب، لانه مهما كان من امكانياتي او علاقاتي مش هقدر اخش القصر الرئاسي واصوره بارتياحية. وتعالوا نشوف. الموضوع بجد مرعب، ومفيش لحد اللحظة دي تفسير مقنع أو واضح للي بيحصل. تعالوا نحاول نفسر، هو فعلا ده ممكن يحصل إن حد يسافر عبر الزمن؟ بصوا
هو فيزيائيا ونظريا على الورق وفي فيديوهات كتير بتتكلم عن ده، بس ده مش مجالي هنا وانا مش هقدر اوصل لكم الفكرة بشكل سليم. لكن عمليا على ارض الواقع صعب جدا جدا يتم تنفيذ السفر عبر الزمن، لان الامكانيات البشرية والمادية مش متوفرة حاليا لتنفيذ الفكرة دي. شفت واحدة من التفسيرات اللي اتقالت على الفيديوهات دي، وهي نظرية العالم الموازي. النظرية دي بتفترض وجود عالم موازي زي اللي عايشين فيه بالظبط، لكن بأشخاص وكيانات غير مرئية بالنسبة لينا، زي فكرة الجن والملائكة، موجودين في الكون حوالي مننا لكن ما نشوفهمش ولا حتى نحس بوجودهم. طبعا أنا عارفك تهت مني والكلام ممكن يبان مش منطقي، بس فعلا لحد اللحظات دي مفيش تفسير للي أنا وانتم شفناه ده، إلا إذا في تفسير تاني، وده خاص بيا أنا من وحي خيالي، وهو هل ممكن يكون اللي شفناه ده تكنولوجيا جديدة بيتم استخدامها وتجربتها، وده نوع من أنواع الترويج ليها؟ هل فعلا الدول الغربية شغالة وبتطور تكنولوجيا جديدة من خلالها تقدر تختلق عالم افتراضي أشبه بالحقيقة، وتقدر أنت كشخص تتحكم فيه؟ يعني مثلا هل من خلال التكنولوجيا دي أقدر أخلق عالم خاص بيا، زي بيت بشكل معين، أصدقاء ليهم مواصفات خاصة وهكذا؟ بس عايز أقول لكم إن الكلام ده لو صح هتكون حاجة مخيفة، حاجة هتفتح الباب لجرائم لا أخلاقية ولا إنسانية كتير. يعني مثلا تخيل في عالمك الخاص إنك عايز تنتقم من شخص، فهتخلق عالمك الخاص وتمارس فيه العنف، وده اللي هينعكس على طبيعتك كشخص، هيخليك ما تقدرش تعيش إلا في العالم اللي أنت حددته بصفاته وأشخاصه وعلاقاته، وهيفقد الإنسان مع مرور الوقت الإحساس بالكون بتاعنا الحقيقي والأشخاص الحقيقيين، وده اللي هيأثر علينا نفسيا وجسديا وعقليا. عموما زي ما قلت لكم كل ده من وحي خيالي، كنوع من أنواع وضع تفسيرات للي تم عرضه. وعلشان انت وصلت معايا لحد النقطة دي، هسيب لكم اسم الأكاونت بتاع التيك توك، والأكاونت نشط، يعني لحد دلوقتي خفير بينزل فيديوهات تقدروا تشوفوا من صندوق الوصف. ادخلوا وابحثوا والحكم ليكم. ياريت لو حد عنده تفسير او عرف حاجة جديدة ياريت يكتبلي في التعليقات. شوفوا الحلقات اللي فاتت هتعجبكم، انتم بتشوفوا هو التاريخ بيقول ايه. وكنت معاكم رامي البنا.